على هذه الأجواء الجميلة. منتظر كرة قدم ممتعة اليوم، ننتظر أن نشاهد عمل رائع من اللاعبين، يكون فيها أهداف، فيها متعة، فيها إثارة، فيها مستوى عالي، فيها كورة. نتواجد اليوم في ملعب رائع كما تشاهدون الصور، كل شيء مثالي جدا في هذه المدرجات. وتنطلق المباراة بالفعل. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. يمر ويلعب كرة بينية، كريستيانو رونالدو، أوباميانغ، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. ديباي يلعبها لمنطقة الخطر. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف أضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. بينية تمر، كرة عالية جميلة، رونالدو، بيير أوباميانغ، يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا. بيير أوباميانغ يعترف هنا بروعة هذا الإنقاذ، روح رياضية جميلة في الحقيقة. إمكانية مرتدة الآن، يرفعها عالية، كرة خطيرة نحو الأمام، فكرة ممتازة ولكن التنفيذ لم يكن جيد. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام، مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. يحاول أن يلعب كرة بينية، تسديدة من أوباميانغ، يا إلهي، هدف لمانشستر يونايتد، وهذا هو الهدف الافتتاحي في اللقاء. بلا رقابة، وبالتأكيد في مثل هذا الموقف مستحيل أن يضيع الفرصة. والآن تتغير النتيجة لتصبح 1-0. يلعبها على اليمين، هجمة مرتدة الآن وصلت إليه، ليروي ساني، كريستيانو رونالدو، خيبة أمل كبيرة على إضاعة فرصة قريبة من المرمى. والآن لديه فرصة، والتسديد، يسدد مرة أخرى، كرة من جهة اليمين، أوباميانغ، مرت الكرة بشكل جميل، فرصة هجوم معاكس، إمكانية إيموبيلي، الكرة اللي كانت مرتفعة قليلا عن الأرض ولكن أيضا تعامل ممتاز من جانب حارس المرمى. قام بعمل رائع في التحضير من أجل التسديدة، لكن في النهاية لم ينجح في وضعها في الشباك، كان يحتاج إلى دقة أكبر. تمريرة جميلة تخترق الدفاع، ليروي ساني، والهدف يأتي. إيش من كورة، من تألق، من أداء كبير، من ثنائية في ظرف دقيقتين. الأمور تبدو سهلة في الملعب لكنها تتطلب أيضا مجهود كبير من اللاعبين ولياقة بدنية عالية من أجل تطبيق هذا الفكر واستغلال الأخطاء والهجوم المرتد في تسجيل أهداف. النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء، واضح جدا للجميع بصراحة مجريات هذه المباراة، تقريبا يمكن القول أنها في اتجاه واحد.
باص سيء، لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. إيموبيلي، يا سلام، كرة جميلة جدا في المرمى. يوم كبير جدا، عادوا ليسجلون مرة أخرى. أي تألق في مباراة اليوم، أي روح عالية، أي قتالية. هدفين مرة أخرى في غضون دقائق. هجمة مرتدة جاءت سريعة بعد هيونغ مين سون، وينجح في إبقاء الكرة خارج مرمى الهلال السعودي. يضيع على نفسه فرصة مهمة لتقليص الفارق، يجب استغلال فرص بشكل أفضل واللعب بثقة أكبر. هذه التسديدة تعبر لك عن إحباط كبير اللي موجود بين أعضاء الفريق ككل. والآن فرصة للتحول الهجوم. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. بينية جميلة. There will be one minute added time. هيونغ مين سون في موقع أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، بطاقة صفراء مستحقة. دفاع ثابت صلب لا يترك أي فرصة. إيموبيلي يتلقى الكرة، نقل الكرة إلى الأمام، فرصة إيموبيلي، الكرة داخل الشباك. قوة كبيرة وشجاعة أمام المرمى. هل شاهدتم هذا السيناريو من قبل؟ هدفين متتاليين، يا لها من كرة. شوفوا الثقة التي يمتلكها، المهارة العالية اللي يمتلكها أمام المدافعين.